حيث تشهد مناطق متفرقة في شرق العاصمة السودانية الخرطوم قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع قوات الدعم السريع. وبحسب شهود عيان فإن منطقة أم درمان القديمة تشهد أيضاً قصفاً مصحوباً بتحليق مكثف للطيران الحربي. أما على الصعيد الإنساني فقد حدثت انفراجة لأزمة الخبز والخضار التي كانت تعاني منها بعض المناطق في مدينة أم درمان نتيجة للحصار الذي تضربه قوات الدعم السريع على تلك المناطق. هذا وأفادت مصادر الحدث أنه من المتوقع أن يغادر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر الاثنين المقبل، حيث ما زال البرهان متواجدا بولاية نهر النيل التي وصلها أمس الأول، أجرى فيها لقاءات وزيارات مع قوات من الجيش ومواطنين. وبحسب مصادر الحدث فإن رئيس مجلس السيادة لم يبدأ بعد مشاورات سياسية، وأنه من المتوقع أن يجري بعد وصوله بورت سودان مشاورات تتعلق بالوضع الراهن للحكومة الانتقالية واحتمالية تشكيل حكومة تصريف أعمال. ومن غير المعلوم إذا كان القائد العام للجيش سيبقى في بورت سودان أم في مكان آخر داخل السودان، إلا أن الجيش قال في بيان له إن البرهان سيواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل الخرطوم وخارجها. درمان ينضم إلينا مراسل الحدث نزار بغداوي. نزار أهلا بك معنا، أين البرهان الآن وهل تمخضت أي معلومات عن ما وصلت إليه مشاوراته لتشكيل حكومة الطوارئ؟ هناك البرهان القائد العام للجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ما زال حتى الآن بولاية نهر النيل التي وصلها قبل يومين. هذه الزيارة امتدت وشهدت عدد من الفعاليات المجتمعية والزيارات الخاصة لجرحى العمليات العسكرية التي تتواصل في عدد من المدن هنا في العاصمة السودانية الخرطوم. مكتب البرهان لم يؤكد حتى اللحظة بأن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش سيتوجه في أي لحظة إلى منطقة أخرى، سواء كان بورت سودان بشرق السودان أو أي منطقة أخرى أو خارج السودان. تبدأ كل هذه التحركات هي مقيدة بالمعلومات التي يدلي بها مكتب قائد عام الجيش رئيس مجلس السيادة، لكن المؤكد أنه حتى اللحظة التي أتحدث فيها ما زال موجودا بولاية نهر النيل، يواصل في فعاليات مختلفة، لقاءات نوعية، يلتقي بالقادة العسكريين في سلاح المدفعية، يتلقى تنويرات حول عدد من القضايا المتعلقة بشأن العمليات العسكرية. هذا هو المشهد حتى اللحظة، ولا تأكيدات أقول حول الوجهة التي من المفترض أن تكون هي المحطة التالية لرئيس مجلس السيادة قائد عام الجيش. طيب ماذا عن التطورات الميدانية خاصة في أم درمان وشرق الخرطوم؟ ماذا لديك من تفاصيل حولها نزار؟ تظل روناك منطقة أم درمان القديمة جنوب أو شرق شمال شرق الخرطوم بأحيائها المختلفة في بيت المال وأبروف والجماير والملازمين، تظل من المناطق الساخنة عسكريا ومنطقة نشطة عملياتيا من قبل الجيش الذي يواصل في استهداف هذه المنطقة عبر المدفعية وعبر المسيرات وعبر قوات العمل الخاص، لأن هذه المنطقة ما زالت جيوب من الدعم السريع تتحرك فيها، خاصة وأن هذه المنطقة هي منطقة تحرك مستمر لقوات الدعم السريع التي تنشط في الوصول بين جسر شنبات الرابط بين أم درمان وبين مدينة الخرطوم بحري، إلى جانب وقوع مقر
والإذاعة والتلفزيون أيضا الذي تتمركز فيه قوات للدعم السريع. هذا في أم درمان. في جنوب شرق الخرطوم أيضا المدفعية تعاملت مع عدد من النقاط والتمركزات والتجمعات لقوات الدعم السريع، وهذه القوات أيضا تعاملت مع هذه المدفعية والطائرات بالمضاد الخاص بالطائرات. الأوضاع الآن هادئة نسبيا هنا في أم درمان بعد القصف المدفعي، لكن ما زالت حركة طيران الاستطلاع مستمرة وتواصل التحليق في سماء مدينة أم درمان. شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل الحدث نزار بكداوي على كل هذه التفصيلات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.